عند عرض صنف معين مثل وجبات الكومبو في قائمة الطعام، فإن وضع تعديلات إلزامية مثل الإضافات الجانبية يضمن حصول العملاء على وجبة طعام متكاملة في كل مرة. من خلال وضع هذا المتطلب، فإنك تحافظ على مستوى تجربة الطعام لعملائك مع تلبية التفضيلات الشخصية لكل عميل من خلال اختيارهم للأصناف الجانبية التي تعجبهم. في هذا الفيديو سوف تتعلم كيف تضع تعديلات إلزامية لعناصر قائمة الطعام وكيف تحدد التعديلات مسبقاً. لنبدأ، ادخل على حسابك في سباد، اذهب إلى الإعدادات ثم إعدادات قائمة الطعام، ابحث عن الصنف الذي يحتاج إلى إضافة تعديلات إلزامية. لهذا الفيديو سنقوم بالتعديل على وجبة التشيز برجر. انقر على تعديل وسوف تظهر لك تفاصيل الصنف. اذهب إلى تعديل الصنف، ولإنشاء مجموعة التعديلات انقر على أيقونة الإعدادات في تلك المجموعة. لتخصيص الحد الأدنى والأعلى لعدد التعديلات المطلوبة من خلال حدود المجموعة، وعند عمل ذلك ستصبح التعديلات إلزامية لهذا الصنف من قائمة الطعام. إن الحد الأقصى للمجموعة يجب أن يكون أكبر من الحد الأدنى أو يساويه، انقر على موافق. بعد النقر على موافق، مربع التعديلات سوف يتغير لونه إلى البرتقالي، وهذا يعني أنها أصبحت تعديلات إلزامية، بينما المربع الرمادي يرمز إلى التعديل الاختياري. يمكنك أيضاً تعيين التعديلات بشكل مسبق من خلال النقر على المربع بجانب الاسم. عندما تنتهي من عمل جميع التغييرات، انقر على تحديث. تذكر القيام بتحديث نظام نقاط البيع وقائمة الطعام الإلكترونية للتفعيل. الآن لنتحقق من نظام نقاط البيع لرؤية التغييرات. انتقل إلى علامة تبويب ووكن لإظهار شاشة نقاط البيع. ابحث عن عنصر قائمة الطعام الذي قمت بتعديله. ستظهر نافذة تطلب منك تحديد خياراً من مجموعات التعديل المطلوبة. يجب على العميل اختيار واحد على الأقل من التعديلات المطلوبة لمتابعة الطلب. ستلاحظ أيضاً أنه سيتم اختيار التعديل المحدد مسبقاً تلقائياً. إذا كنت تستخدم وحدة الطلب الخاصة بسباد أونلاين، فنوصيك بمزامنة إعدادات المتجر من خلال زيارة الإعدادات، ثم اذهب إلى إضافات سباد. بعدها قم باختيار إعدادات سباد أونلاين. اذهب إلى مزامنة، انقر على حفظ لتحديث التغييرات التي قمت بها. إذا كنت قد دمجت قائمة الطعام في سباد مع تطبيقات توصيل الطعام، احرص على تحديث التغييرات والمزامنة. وهكذا نكون قد انتهينا وقمت بتعلم طريقة إنشاء تعديلات إلزامية لعناصر قائمة الطعام. لا تنسى أن تشاهد فيديو تحديد وإدارة التعديلات على أصناف قائمة الطعام. هل تريد أن تعرف المزيد؟ اضغط على الرابط في الأسفل واحجز عرضاً توضيحي.